الكشف عن المواهب في مختلف المراحل السنية التي يقودها قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. وطبعا معانا مكتشف المواهب وواحد من خبراء الحتة دي، كابتن بدر رجب، اللي لف كمان محافظات مصر كلها من شمالها لجنوبها من الدلتا للصعيد عشان يوصل ويوصل لأكبر عدد من المواهب ويديهم فرصة للانضمام للنادي الأهلي. معنا مداخلة مع كابتن بدر رجب، كابتن الكبير كابتن بدر رجب، المدير الفني لقطاع الناشئين في النادي الأهلي. بنرحب بك كابتن بدر معنا، وطبعا مشكورك على المجهود الكبير اللي حضرتك عامله في عملية الاختبارات اللي حضرتك تقريبا ما سبتش مكان ما رحتوش يعني. حبيبي عبد الرحمن، الحمد لله على السلامة. الأول أنا عارف إن أنت لسه راجع من الغردقة. أنا لسه نازل من الباص. الحمد لله على السلامة يا كابتن. شكلك مراقبني يا عبد الرحمن. الحمد لله على السلامة يا كابتن، وطبعا إن شاء الله تكون وفقته في الرحلة دي يعني. والله الحمد لله الأمور ماشية في مسارها الصحيح، وبس اللي أنا عايز بس قبل ما أكمل كلامي معاك أعزي مصر طبعا وفاة أحمد رفعت ابني وحبيبي وأحد اللعيبة اللي أنا شفتها. أحد إنتاج قطاع الناشئين بالنادي الأهلي طبعا اكتشافاتك طبعًا يعني. كان بدايته في النادي الأهلي، فبعزيه لأن أنا كنت في رحلة عمل اللي هي الاختبارات ما حصلتش العزاء يعني. بعزي مصري فيه وربنا إن شاء الله يتقبله برحمته. أحمد كان إنسان طيب وولد مؤدب جدا، وإن شاء الله يبقى من أهل الجنة. يا رب آمين يا رب. خلينا أكلمك عن اختبارات عبد الرحمن. اتفضل. يعتبر زرنا كل محافظات مصر يعني، والحمد لله اخترنا لعيبه كويسه للنادي. ان شاء الله في الفتره الجايه يكونوا دعامه للفرق الناشئين في قطاع الناشئين، وده الهدف الاسمى والاعلى ان انت تروح للاعب لغايه مكانه عكس ما هو يجي لك. هو ما يجي لك هيكلف كتير جدا، احنا بنوفر عليه كل ده التكلفه، وبالتالي الامور بتبقى احنا بيبقى عندنا مشقه شويه سواء انا او زمايل المدربين اللي شغالين، لكن كل ده في حب النادي الاهلي. وان انت تجيب ولد تكتشف ولد من الاقاليم، ده هدف اسمى واعلى للكره المصريه وللنادي الاهلي. طبعا انت اشتغلتها على ثلاث مراحل يا كابتن الله يكون في عونك، وخدت وقت كبير ومجهود كبير، لكن عاوزين بقى حضرتك تقول لنا الاختبارات في المحافظات تمت بشكل كامل على ثلاث مراحل، ايه المرحله اللي جايه بعد كده كمان؟ المرحله الاولانيه هي مرحله الانتقاء اختيار، وبعد كده عندنا تصفيه نهائيه بيوم 13 و14 و15. بعد كده اللي هيعدي التصفيه دي هيخش على الفرق ويبقى الموجود البقاء للاحسن والاقوى ان شاء الله. كل الاولاد الموجودين يوفقوا سواء فرقه النادي او الفرقه او الاولاد اللي اخترناها من بره. ساعد مع انضموا هيبقى كلهم نسيج واحد يمثلوا النادي الاهلي، وبالتالي يبقى ان شاء الله عملنا خطوه كويسه قوي ان احنا جبنا لعيبه ان شاء الله ان شاء الله تفيد فيما بعد. انت عارف احنا كلنا بنكمل بعض، يا عالم مين فينا عايش ومين فينا هيبقى موجود او مش موجود، لكن انا عايز اسيب للي جاي حاجه يشتغل عليها ويستند عليها زي ما اللي قبلنا سابوا لنا حاجات نشتغل عليها. يعني احنا بنكمل بعض كاجهزه وبنكمل بعض، وده نظام اتحط من زمان قوي ان احنا بنشتغل كعائله في النادي الاهلي، كلنا بنكمل بعض، مفيش حد فينا عنده الانا، كلنا بنشتغل لمصلحه النادي الاهلي وكلنا شغالين النادي ده. يعني ربنا يكون في عونك وربنا يديك الصحة يا كابتن على المجهود الكبير اللي انت بتعمله. لكن بشكل عام بقى، هل المواهب كتيرة زي زمان في الأقاليم، ولا المواهب الاستثنائية ما بقتش كتير زي الأول؟ لا، في مواهب بس محتاجة انت تنقب يعني. محتاجة منك تنقيب كبير. انت عارف المصري دي ولادة يا عبد الرحمن، وانت عارف وانت كنت موجود في القطاع قبل كده وعارف اللعيبة كتير موجودين، لكن كثرة الأندية وكثره الحاجات اللي ظهر جديد في الكوره والاستثمار بقت الناس تستسهل ان ما بقاش عليها انك تخش في المنافسه. ليه؟ ما انا ممكن ادفع فلوس وفي استثمار مثلا والعب وامارس هوايتي. ما بقتش زي الاول انها كلها بتحاول تدور على الموهوبين، دلوقتي حتى اللي مش موهوب بيلعب. فدي حاجه المفروض الموهبه بتدار بقى في وسط الحاجات دي، بتختفي بتندثر. فعايزه ناس قويه جدا في الاختيار، في المعايير بتاعه الاختيار، في طريقه الانتقاء، اللاعب اللي يناسبك. يعني احنا في النادي الاهلي بندور على شخصيه لاعب، مش شرط يبقى لعيب 100%، احنا نقدر نساعده ونخلي لعيب 100% في عناصر كره القدم، لكن مش هنقدر نساعده في ان يبقى شخصيه قويه. طبعا ان لعيب الكوره اذا ما كانش شخصيه قويه، وخصوصا ان انت بتمثل النادي الاهلي اللي هو كل حياته صراعات على المركز الاول، إذا ما قدرتش تحط نفسك تحت الضغوط دي أكيد أنت مش هتبقى لعيب تناسبنا، مش هتبقى موجود. لكن لو عندك شخصية وعندك حاجات تانية ممكن نكملها لك إحنا كمدربين،
نقدر نساعدك، فبالتالي تبقى انت شخصيه تناسب النادي الاهلي وتواكب البطولات اللي بيحارب عليها النادي الاهلي، سواء الافريقيه او العالميه او بطوله الدوري ان شاء الله. يعني دايما بتقول لنا كلام كده، شخص جزء الكلام عن الشخصيه ده في اولياء امور كتير جدا شايفه طبعا موهبه ابنها بس ما تعرفش الشخصيه. ازاي كابتن بدر رجب بيكتشف شخصيه اللاعب في الاختبارات؟ ما دي برضو حاجه للاولياء الامور مهمه. يعني احنا في الاختبارات يا عبد الرحمن بتلاقي ولاد بيجروا ورا الكوره، وانا قلت الكلام ده قبل كده. تلاقي في لاعب كده واقف في مكان عايز يلعب فيه من هو صغير كده. ده لعيب عنده شخصيه. تلاقي لعيب بيواجه زمايله. تلاقي لعيب صاحب قرار اما يروح واحد على واحد بيعدي. تلاقيه في وقت مثلا اللي هو عايز الكوره دي لازم تتشاط بياخد قرار ويشوط. اذا ده لعيب عنده شخصيه. ممكن تجيله الكوره في الاختبار مره ولا اثنين. بالتالي احنا بنختار بجانب المعايير الفنيه والمهاريه والتكتيكيه في المجموعه الكبيره، بنختار لعيب شخصيه قويه جدا، شخصيه بيبان عليه طبعا من صغره ان ده حاجه هتبقى كبيره في المستقبل. واي لعيب ما عندوش شخصيه مش هيلعب كوره. كل النجاحات اللي حصلت للعيبه اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي هنا وسافروا بره في اوروبا، لو دققت شخصيتهم هتلاقي عندهم شخصيه. فكده كان سبل النجاح كانت اسهل بالنسبه لهم، بالتالي كملوا في اوروبا وعملوا اسم كبير جدا بيمثلوا المنتخبات المصريه. بالظبط يا كابتن بدر، يعني دايما كلامك بيبقى ليه اضافات خاصه جدا، كلام النهارده عن الشخصيه، وبيطمن كمان الناس على عمليه سير الاختبارات داخل النادي الاهلي. وده السبب الحقيقه ان احنا حريصين دايما ان احنا نتابع مع حضرتك كابتن بدر. انا عارف طبعا حضرتك يعني راجع بمجهود جبار، وعارف ان انا اثقلت على حضرتك شويه النهارده، لكن انا اسف يا كابتن. يعني لا يا حبيبي، انا بس عبد الرحمن عايز اضيف حاجه بس كده. اتفضل يا كابتن. يعني من فضلك، انا مش عايز اولياء الامور يلاقوا، والعدل في النادي الاهلي ان شاء الله بامر الله محدش مش هيخش غير اللي يستاهل يبقى موجود في النادي الاهلي. واللي عايز سيب ابنك يلعب، سيب ابنك، ده دي هوايه لسه ما بقاش في الاحتراف، سيبه هو ياخد قرار، سيبه يتعامل مع الموقف اللي هو فيه، ما تضغطش عليه، خليه يلعب باريحيه عشان يتم اختياره. وانا بقول اهو ان شاء الله بامر الله ان شاء الله ان شاء الله العدل موجود في النادي الاهلي. يعني احسن اختبارات على مستوى مصر بتتعمل هي اختبارات النادي الاهلي، مش عشان انا في النادي الاهلي. لا ده الانتاج باين في كل الانديه الثانيه يا كابتن، يعني من بدري، من زمان، من سنين. اكيد، ودي قاعده الحمد لله احنا محافظين عليها، سواء اللي قبلينا او اللي بعدينا، احنا بنختار اللي يمثل النادي الاهلي، مش دعوه بحد، ما حدش هيتكلم لحد، ما حدش، ما فيش وسايط، ما فيش حاجه اسمها سبوبه زي ما بيقولوا. احنا رجعنا فلوس كتير قوي للعيبه عايزه تشتري تذكره مره واثنين. كنا بنديها فلوسها وبنشوفها تاني. يعني بنرجع لهم فلوسهم. دي المواقف المحترمه بقى من ولاد النادي الاهلي اللي احنا بنشوفها. ودي حاجه عشان احنا مش بنعمل فلوس. احنا كل اللي احنا فيه ده يعني موكلين من الكابتن الخطيب ولجنه الكوره ورئيس النادي طبعا على راسهم، ان احنا نجيب لعيبه للنادي الاهلي. مش نجيب فلوس للنادي الاهلي. مش دي، احنا مش شرف في القصه دي خالص. احنا عايزين لعيب يمثل النادي الاهلي. بالتالي ما كناش بندور على اي حاجه غير ان احنا عايزين ولد كويس ولاعيب كويس. عايز اولياء الامور يطمنوا ان شاء الله بامر الله انتم بيد امينه، ومش هتشوفوا غير العكس. واذا شفتوا حاجه زي غير كده ابقوا قولوا. الحمد لله بقى في الجانب ده بنعمل اختبارات مش هيتظلم حد ان شاء الله بامر الله. يعني يا كابتن بدر انا بتمنى التوفيق لحضرتك ولقطاع الناشئين بالكامل في النادي الاهلي، ويعني مجهود. انا بشكر حضرتك على المداخله دي اول حاجه، وعلى المجهود اللي حضرتك عامله مع قطاع الناشئين سواء في الاختبارات او في اثناء الموسم. عمليه اداره قطاع الناشئين نفسها مش عمليه سهله، يعني واحد من خبراء الفئات العمريه المختلفه. وشكرا كابتن بدر طبعا على المجهود الكبير الفتره اللي فاتت في الاختبارات، ثلاث مراحل في كل حته في مصر تقريبا، ما سابوش مكان ما راحوهوش. كل التوفيق للقطاع. اتفضل يا كابتن. ضيف لي بس ان انا مش لوحدي، انا ما بشتغلش لوحدي طبعا. معايا كابتن وليد سليمان رئيس القطاع، ومعايا كابتن شوقي، ومعايا بقى الجنود المعلومين بالنسبه لي اللي هي مدربيني، ومعايا الكابتن سامر حفني، ومعايا الكابتن احمد ناجي، معايا ناس جنود كتير جدا شغاله في الاختبارات. واحنا شغالين على قدم وساق يا عبد الرحمن ما بين فترة الاعداد بالنسبة للفرق اللي موجودة عندنا، وما بين جزء تاني مقسوم بيعمل اختبارات. يعني مجهود جبار وحاجة تشكر عليها، وده عمل جماعي داخل النادي الأهلي كالعادة. وكعادة روح النادي الأهلي إن رئيس قطاع الناشئين والمدير الفني لقطاع الناشئين بيوجه الشكر للقطاع كله
وده المعتاد داخل النادي الاهلي، ان النادي الاهلي مش وان مان شو، النادي الاهلي فريق عمل جماعي زي ما حضراتكم شفتوا مداخله كابتن بدر. بشكر حضرتك كابتن بدر على المداخله، الف شكر لحضرتك طبعا. يعني الجماعيه في النادي الاهلي هي سبب نجاح الكيان، ان الراجل يبقى حتى وهو بيتكلم مش مطالب بده ويقول ان احنا فريق عمل كبير وان الناس بتعمل مجهود كبير، مدربين على مستوى القطاع بالكامل. لكن نقف عند نقطه مهمه قوي، في واحد عايز يشتري تذكره مره واتنين عشان يحاول، بيقولوا لا خش خلاص انت دفعت التذكره الاولانيه وادخل ونشوفك تاني بس مش هناخد منك فلوس. دي حاجات بتبين لك ان الهدف في النادي الاهلي مش ان انت تجمع فلوس، الهدف ان انت تكتشف فعلا مواهب وتكتشف لعيبه.